ميسي مازال يلعب على الجهه اليمنى، كره خطيره لعليك فيدول، با 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 جول في منتهى الروعه. هذا الجول أليكس فيدول للويس سواريز، وكأن اللقطة معادة، وكأن شفناها في يوم ما كرة مثل هذه بين ليو ميسي وأليكس فيدول ولويس سواريز في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. يا لو أليكس فيدول وليو اختطفها ليو بالتسديدة، يا جول لا 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 جول جاء من بعيد، انفرد بهذه الكرة ثم اختفى ورجع مرة ثانية، استلمها وسددها جول، ضربت في أحد المدافعين وباختت الحارس بولو بيز، جول ثاني.